فوتكس مش كل النوم. تربتكم انا لؤي نخدم سائق يعني شوفور في قناه التلفزه تي في، والمهمه متاعي باش نجيب ونوصل كل الضيوف المشاركين في مختلف برامج القناه. اما اللي حاجيت الكاميرا الخفيه حبينا نعمل شويه مفاجئات لضيوفنا في الثنيه. واليوم مثلا في فخ البرنامج قائد فرقه تولات الجويني الفنان فرحات الجويني اللي عرضناه من المطار باش نوصلوه لاستديو القناه لتصوير عاجل واكيد. الله يوفقك عايش. تبغى بعثك سي يوسف؟ اي قال لي راهو سي فرحات جاي من ستوكهولم برا. من ستوكهولم لك هاو تعطلت من انت ولا ليه؟ تعطلنا ما هو عادة وقفنا في باريس وبعد تالي بدلنا طيارة أخرى وجينا لنا. وي ملو دورة عملوا يالك دورة. سي انا سمعت عارفك نهار يتكلم في التليفون قال بدل مارك. انا سمعت يتكلم في التليفون قال فرحات جوني قال فرحات جوني بدل مارك. قال فرش الدنمارك علاش تغادي تعيش غادي عندك حفليات؟ لا ما نعيش غادي انا نمشي نعمل غادي في حفلات. الحفلات نتاعي اللي اسمها لا دونس دي كوسكوس. كوسكي اشتا ما هوش الكوسكي اشتا شنو الخضره تشتا الحمني اشتاك شي كوستي اشتاك يا ودي لا دونس بنادم بنادم. أنا نغني واسمه الكونسيبت كلها سهريتنا اسمها لا دونس دي كوسكوس. التواس الموجودين والتزيرية والمغاربة أمد الموجودين في أوروبا عملوا فيها الكونسيبت وندروا بيه في العالم كامل اسمه لا دونس دي كوسكوس. فهمتش؟ لاني قلت لك زرد هي تفاهي من الاخر زرد هي زرد كيف السريان يبدأ تضل يضرب والمزود والعباد بيع وبيت شيخ وهاي اللحمة جاي قد دراسك مدام فهمتها زرد هي زرد هذيك زرد زرد أنا كنت بالسوري مش بالعرب. سي فرحات تاور مش نسك تقول لي القانية ترى وخاطر قال لي ما يمشيش للوتير راك عندك تصوير لازم تقول في ساتو. اي هي باي متفقنا فيها واضح تقول نمشي ديريكت بعد تنوصلك للوتير ان شاء الله ان شاء الله. امورك واضحه باهي انت شبيك جايبني من هنا منين جايين؟ مش باش تعشي دار نسيب من بعد تعشى صح عليك بيوصلني وبعدين برا لدار نسيب دبر راسك. لحظه برك انا جيتك هذا عندي قضيه عند عم تيجي نجيبه تك تك تيخه برك اعطيني اعطيني من غادي اعطيني ليش بن قريير يعملوا عم تيجين يقوى ويحس هاني جيت تسليم مع النوش غرير 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 يا قمي عم تجيني يا قوي اتمنى 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 عربي يا عم تجيني يا قوي هذا اتمنى ديري هذا يا عم عم تجي تفرحت بخذك منه لا ما تخافيش ولا ديري اتمنى ديري دائما حب سيد عرفت شيء الجوتن اعطيني البن او البن ديري سخنته من البن حطوه من تيلي اللي يتكبلنا البل زيدني الياغورت او الفريز او عنده ياغورت بالفريز نجيب لك ياغورت معايا يا ربي هي وصل لي دقيق برك اعطيني ياغورت بالمانجا او عنده ياغورت بالمانجا نجيب لك هي له مانجا بتاعها ولا ضربه ضربه راه ربي عايش من هي بعد من الشيخ الشيخ خلي فرح بيك شيء ما تفرحش بيا فرح جيب لك جبن قوتا عنده رايب راه زيد فرح بروح رايب رايب لا لا رايب لا نعرف كلك جيت بحذينا تولفنا في حبيك رايب البن خديت باش تبصرني ولا نجيب لك مالا واحد اترا راي اعطيني اترا راي انا جبت لك يا ودي ما قلتلك شرايب باهي بعد كل شيء هاي لا
هذا هذيك للسحور يهديك رب هذا ها من سيالي كل متى من قلقك حتى هيا برا هاي لحظة أنا حبيت نفرح بيك ما حبيش تاخو شيء لا 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 نقسموها لا لا وراس وليدي نقسموها لا لا هديك ربي هيا نقسموها ولا هيا هديك ربي تنقول شني ناس انتي ناس القوت يودش دخلني في القوت هديك ربي شو هذا عطيني قوت سي فرحان تحب قوتة مالحة ولا حلوة؟ لا مالحة لا حلوة نحب توصلني هديك ربي معاش بكرة عليا وراس ولدي البارح ليلة كاملة نخدم ومطيرة طول هزيت لا هي مالحة نص نص لا هي مالحة لا هي حلوة يا خويا ولدي عدلة مو لا نحبش تنجيب لك يا ولدي ما نحبش دبر عليا انت شو هذا؟ ما نحبش تنجيب لك لا ما نحبش هيا قوتة على كيف كيف يا ولدي هيا هديك ربي هي لك انت تبغى تركح بها امورك تطحر بها وهاي لهنا بعد اللي ذكرني لا 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 باهي سيدي بارك الله فيك لا يا سيدي برا دبر راسك شو هذا يا انتزار يا اخوي سيد ما خلصتنيش راه 57 دينار ايه 57 دينار 57 دينار جاي لك فرحات بكل تقول لي 57 دينار انا مش فرحات تعويرك من المطار عديتولك تول تعرفوش تعمل لي مشكله معك تعرفوش هذا فرحات مرحبا بي 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 يا ودي خلص راس يا خلص يا ودي خلص راس الكره ابيض ايش بيك مهلول هذا تخلص تخلص يا هو هو خلص الراجل خلص الراجل بس ما عنده وجه خلص الراجل خلص الراجل شوف الراجل كيفاش يجي وراك خلص الراجل يا ودي يزي حرام عليك نعم طلع له الموبش هذي خلص الراجل يزي هذي صلقة هذي عليه يزي طب باش نعمل سفرحات يا ديك ربك لا 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 ما قعدت يا دابت ولا باش سفرحات باش نحل الباب ردك يزي يا عاد حاجي يا ودي يا هديك ربي جبتك من المطار تهزي تعبت لي باش نهبط باش نهبط باش نهبط حبينا نفرحوا بيا ما تفرحش بيا ما تفرحش بيا جبتك شوف الراجل شو عامل له باش ناكل انا حاجه بالحرام الحلب منين نجي فيها وما هو ما عامله الكلبه واش مدخلني انا وعلاش جايب الكل انا انت ها باش تزيد بي 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 تخطع كذب الهم تاعك ها هو جاي يا ودي زين ها هو جاي باش الله يهب لك الله ان شاء الله يهزك من هالدنيا هذه خلنا نرتاح صل على النبي سفرحان استنت الله لا الوبش هذا الو عسلامة يا سي يوسف راه والله عيب والله ماهيش الدرجة هذه تعطلت المطار شنو هذا هالوبش هذايا اللي جايبه ولدي تعطلت المطار يا زي ودي يا ودي الزاريكوتا والبن وفلوس وهارب على الراجل والراجل يشري قدام العباد شوها عملوا لي شوها قدام العباد انا نتاع هذا انا سي فرحان فهم ما تفهمناش هكا اخويا ما تفهمناش والله ما تفهمنا هكا عطوا نص الخدات وطوا نحكيو لا عيب والله عيب الواحد معناتها بسمعته وكل شيء معناتها كل شيء تحوا له في الماء بالله مش الراجل لا لا ماهيش هكا يا لالبو حي لا واحد نقتصع من الظلمة تاوي السلام عليكم السلام عليكم والله عليكم شهار يا اخو الاخ سيارة دخلت عليك نسمع فيك نسمع فيك انت فرحات يا ميس هبط لفريشتك انت فرحات يا ديك رب هبط لفريشتك وين ميش وين ميش يا معلم وين ميش هبط لفريشتك انتهات الفريشة انتهات سيب يا معلم ما تفعل سيب الفريشة وين ميش يا معلم يا معلم يا معلم سيب يا معلم معلم اعطيني الهوية يا ولد شبيك انت شنو علاش نعطيك الهوية اعطيني الهوية علاش علاش اعطيني الهوية لبس لبس انا هذا هبني هذا مجرم كبير هذا قطعه كبيره هذا هو سبب الهم الكل هذا صلي على تو فهم الدنيا كلها تو اصحابك انا فرحاتي شبيكي انا فنان مرحبا بالحكايه لا فما هو سفر هذا راه بيشوف اي حاجه ما عندي حد شيء عند كان هذا هذا السبب بالهم الكل لا مقدمين بكم بريخ سفر هذا بالله شنو بريخ تو عندنا مزود مشارع فلسطين مقدم بكم بريخ وانا خذيته سرعه ما خلصت استنى 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 انا والله ما عندي حد شيء في الحكايه
هو خديني هو انا والله ما عندي شيء في الحكايه. هو قال لي هذا تو تو فهمت كيف اسمك هول تو انا كي جيت عندي ساعه ونص تو كي هبطت من الطياره كنت لبرا من بلاد تاع عبد الاخر القناه بعثت لي شوفير وكهرباء على اساس باش نمشي انا سير تخدم معايا انا سير تخدم معايا زد تي في باه نمشي على روحي نمشي لحظه لحظه سير تو انا جيت يا رسول الله جاي كي حطيت ساكن في البلاد اطلع الله سير يدي سيف يدي كذا بلاد بتاعك يدي عطى الله للموت هذايا كل منك العقل انت انت طمع في الرجل في البن اللي نطلع عليك طمع في الرجل في البن وفي مياسوك والرجل يجي في جارتك نطلع عليك انت شيء شوي البن هزيتك والله من جيعان جيعان واحد جيعان حرامي هذا اللي نطلع عليك شيء شوي البن هزيتك شيء شوي البن يا ساقر سل عني ابعدني نطلع لك ابعدني نطلع لك حتى تطلع يا سي فرهاد واسع بالك يا ودنا واسع بالك يبدي فك علي انا وسعبان سعبان مع هذا هذا يا سيدي ورطني ورطني هذايا هاي سيدي هذي وسعبان هذا باسبوري وسعبان خويا اجي اشوف عندي ساعتين ساعتين من وصلت ساعتين من المطار تعديت من ستوكهولم للدنمارك لباريس وصلت لتونس سيدي سلنا فيا هذايا ساعتين عندي قال لي باش نمشي القناة شفت انا شكيت لي في تكونه معناتها الطريق واش قلت له وين هازني قال لي عندي قضيه شنو هي قضيه قال لي باش نمشي نجري قضيه للزابي شنو دخلني في الزابه قلت كلمني قال لي شي شويه حليب شويه حليب, حليب. انا انا شاهي هذا صلي على النبي سبحان صلي على النبي سبحان الله يا سبحان انا تعالي قلت والبلد تعالي تذهب 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 هاي سبرحات يا ذكرى هاي سبرحات ولا ذكرى عليه يا رسول الله دخلتوني صلي عليكم حول لا قوة إلا بالله إن شاء الله نمضاك مبروك صلي عليكم